خويا سعيد. خويا ياسين. العشية جات. العشية جات. شنو كذا اليوم في الصباح؟ كونتيتي جات. الكونتيتي جات اخويا. قول لي عند الكلمة. عندنا الكلمة الحمد لله، ديما عندنا الكلمة. أولا بعدا كنطلبوا السماحة من الناس اللي كانوا كيجيو على هاد لي زيات هادو. كما كتعرف راه هادو لي زيات ديال أورايمو بلوتوث فريبورت ستروما. كنطلب السماحة من الناس اللي كيجيو عندنا ما كنلقاوش هاد لي زيات، كيجيو من بعيد ولا من قريب فهمتي. راه كتجي شوية ناقصة من اللي كيجي عندك بهنا، غير من هنا من كازا من المدينة ما كنلقاش هاد لي زيات، كيتقلق كيقول لك واه خويا راه شفتهم عندك في الباج. المهم كنشكر الناس اللي جاو الصباح اللي خداو لي زيات ديال أورايمو اللي حنا في الصباح راه تباعو كاملين. الحمد لله هذا من فضل ربي. اش بان لك اخويا ياسين؟ خويا اللي زيات اللهم بارك راه طلاوي بحال الصباح كما العاده. غنوريو الناس لكم كيف تا خويا. شوف هذا شنو يقول هذا؟ شنو يقول هذا؟ شنو يقول هذا؟ هذا هو اخويا الله. ها انت اخويا ياسين اكتشفوا جميع كل شيء. اللي مازال ما شاف لي زيات ديال أورايمو يشوفهم دابا، اللي ما شافهمش في الصباح يشوفهم في العشية. هانت أخويا وبأحسن ثمن. أشكرك لك أخويا ياسين. كاينين كاين الكلمة ولا ما كاينينش؟ كاين الكلمة. هانت أبوك جميع الألوان متوفرة كحل أبيض. كاين الأبيض كاين الأبيض والنوار. كحل لي زيات أورايمو الإخوان متوفرين عند سعيد صوب بأحسن ثمن. هانت خلوها هادي نشوف واش مزيان هادي. سعيد كيف على هذا رزقك هذا واش خلف يا زين؟ كاين العدد الكافي يا خويا ياسين. مابقاش دابا تسالات كونتيتي، كاين الكونتيتي. اي 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 طاح الخير. اك شاط الخير على زهير. ارى لي يا خويا الشما. هاد المرة مابقاش، ما غاديش نخليو مازال كون تيتسالي، غنبيع هاد إن شاء الله ملي غيبقاو عندنا ثلاثة كارت أو أربعة نمشيو نجيبو 20 أخرى ولا، راه مازال جايين خير إن شاء الله، ربي يرحمهم. أنت جوج لوينات كاملين ناضيين فيهم لا كارونتي عام. فيهم لا كارونتي عام. هادي هي الميزة اللي كتبقى أحسن ميزة في هاد لي زيات كاملين. هاد الشركة أخويا كما قلت قبيلة، راه هاد الناس قدامي والله العظيم راه صعيب باش تعطي لي كارونتي في لي زيات ديال 300 درهم. راه عندهم غير الكابون ديال 50 درهم كيعطيو فيه كارونتي ثلاث شهور. هاد الشركه راه بغاو يخدموا الصراحه، خاصها الناس يخدموا معاهم يبقوا ياخذوا الكليات ديالهم، راه حاجه مزيانه. هادشي اللي كاين اخويا اللي هي كما قلنا الثمن راه كيبقاو 300 درهم. الله يسخر الجميع.